يوم اللي لعب يتجبل قفسي عنده جمعتين ولا أكثر مطيش في السبيطار كي نعمة ربي لا نعرف عليه لحي لميت يا صاحبي. ريت يا سميرة ريت صاحبي ولا حتينا الزمعة هذي كل مذني ثانوم صدق يا سميرة الزمعة هذي ريقت فيها كان سبع أيامك هاو ولا سخيصيلة روح حط راسي على المخدة بسيزين النوم اقسم بالله زبي زمعة كاملة رقدت فيها كان سبع أيام رقدت فيها زملة نتسمى يا سميرة. يا زبي جبا ريقت سبع أيامك هاو في الجمعة يا زبي تسمى رك مرقدت الجملة صاحبي برجوليا يعطيك الصحة شابو ليك صاحبي. ديك هاو سميرة وكان دعيولو بس ربي يسفيه وكهو مع الناس حل آخر صاحبي. يا جبا ان شاء الله من فمك الربي يا صاحبي. اسمعني يا سميرة وكا كلمت عم علي واحد قلت له دبر لي تواول وكراسي وباس وكالزوة ذاك واحد اما راني بقيت حاير في حاضر حب نسألك فيها ما نعرف. اسمعني نعملو كسكسي وطازيين وثلاثة مسوية ولا كسكسي وطازيين وثلاثة خضرة صاحبي. يا زبي جبا باش تعمل حنتك صاحبي وما تستدعاش ولد سميرة ني كم غريبة فيك. يا ولدي انا حنتي وانا الزبي هذوما صاحبي في صورة 100 متر قفصية وكنبداو حاضرين ما نتقوس في الحسمة مع العبيد وكا تبدا الكراسي حاضرة تزيد الناس تعزي واحد نعملوا فرق ودنيا صاحبي سبيك تحب تخلينا في الحسمة مع الناس واحد نخمم راني زبارة ويخمم راه. اي برجولية جبا قدكش منيك صاحبي القفصي مطيش الداخل يطلع في الروح وانتي قاعد لهنا تتقوحب تي باز نيك باش تعمل الطاجين والكسكسي وسلطة خضرة وسلطة مشوية وكعيبة بانان على جنب يا صاحبي. برزولية والسميرة عطيك الصحة صاحبي فاصل البانانة زي ما خممت فيها كيف زيت البالك يا السمير. دكتور شنحوال ولدي عندي اكثر من 3 جمعات ماشي جاي عالسبيطار وكل يوم تقول لي غدوة توي فيك مش معقول انا وهك. ايه تهنى عم بالقفصي الحمد لله القفصي فيق. هاي الحمد لله عليه خاطر كان ما فيقش كنت باش نقول لك برا انا حلو الاكسجين خليه يتوكل تهريت راني بالمصروف بين المشي والجاي والكلينيك والليسونس. ايه تنجم تدخل تشوفه كان تحب. رد بالك رد بالك تخش عم بالقفصي راني قحبة قديمة. يا اخي شبيه مخك مشال بعيد نحكي على ولدك قلت لك تحب تشوفه ولا هي الحمد لله على سلامتك يا غالي. يا بابا يا اخي شنيا صار راني مانيش فاهم حتى شيء اش قاعد نعمل انا هوني شبيني هكا. يا اخي سيد ضربوك بكرتوشة شيرة قلبك شعر انا موتت جرايرك الكلب تشبى. يا عم بالقفصي مش لازم تفكروا في اللي صار توا راهو مش وقته جملة. بيه بابا نحب نروح انا من هنا راهو نحس في راسي يوجع فيا على الاخر وينو تجبى وينو. هاو البر هو وكا ولد نعيمة ولا شو اسمه. عيطلهم عيطلهم بابا نحب نشوفهم. هيك هاو وانا نمشي نيك على روحي عندي قريب الشهر ماشي جاي عليك ويصوص في الكربة ومصروف في الكلينيك وزك امك وانت تقولي عيطلي لتجبى. يزي يا بابا بلي غش يزي عليه هكا راني مقصدت شي يا بابا نعرف راك واقف معايا وكل شي يرحم والديك. ولدي راك يا القفصي لحمي ودمي فماش واحد ينحي خشمه من ترمته ما فماش. هاي لحظة بركة باش نعيطلك لصحابك. يا تشب القفصي فيق قالك جيب ولد نعيمة ويجي وطلوا علي. بالرسمي فيق يا عم بالقفصي اي الحمد لله عليه يا سميرة نيك تحسننا في الكسكسي وثلاثة مسوية وثلاثة خضرة والبنان وذبي نعم ذب ورم اي الحمد لله الحمد لله عليه يا عم بالقفصي زايد يدي عمر الكلاب طويل. اي برا يا جبا نمشي ونطلوا عليه راهو متوحشنا هذاك على الاخر يا صاحبي. قفصي صاحبي اي الحمد لله على سلامتك يا اخويا والله يا اخويا مرقدتها ليمت ذوما الكل مذانيس النوم وانا صار خويا نخمم فيك ونقول القفصي بس يموت القفصي بس يقعد حي الحمد لله عليك يا القفصي والله فرحنا يا اخويا. عايشوا يا جبا يا ولدي زايدة معاك عايشوا خيل باهي. هي الحمد لله عليك يا القفصي والله نسخيلوك متت يا صاحبي الحمد لله على سلامتك خوي. يا لاباس لاباس يا سميرة الحمد لله صاحبي الحمد لله. يا ما برجولية القفصي واتيتك صاحبي اللحية وقعد ديما باللحية كي خرجت بوقوع صاحبي. يا سميرة يا سميرة نحكيله توا على كل حكاية ولا خلي من بعد. يا جب الراجل مزال بالبونداجيت وحالته منيكة يا ولدي مش وقته دور موضوع هذي عليه هكا يا جب. ايش نيا جب الحكاية ايش فهمها لباس احكي احكي. دي ليه يلقف حكاية فارغة صاحبي مش وقته توا كما قال ولد سمير. يا ولدي باش تكرزوا الزبي انتو ما توا تكلم نيك ولد سمير ايش نيا الحكاية.
يا القفصي حكاية فارغة يا ولدي، الحكاية وما فيها تجبى عنده جمعتين يسمر في بانكا يحب يسرقها، هذيك هي الحكاية. بانكا جملة واحدة يا تجبى، بانكا كاملة. اي صاحبي عندي حكاية جمعتين هكيكا ولا اكثر شوية، وانا انتكت كلها عملت خطة بنت قحبة ياسر يا ولدي توسوف زوس، قاعد نستنى فيك لين انت تخرج بس تبدا معانا في البيعة وذب. ايه وشكون اخر معانا في البيعة؟ يا ولدي السلام تاعنا يا قفصي متاع العادة، انا وانتي وبخة ولد سميرة. اسمعني هاني كير استوديو انا ولد سميرة قاعدين نعملوا فيه في الخطة متاعنا وزبي، توكي تخرج من هنا امسي بحثينا تو تشوف غاديك تفهم الحكاية بالقدي بالقدي. ايه باهي جابة باهي، لحظة بركة خنشوف كيفاش نتلس بابا ونجي معاكم. اه بابا روح على روحك انتي، او باش نمشي مع الولاد نعمل دورة ونبدل شوية الجو. عجب يا القفصي يا ولدي لازمك ترتاح اخزر الحالة اللي انتي فيها. لا يا بابا لا ما تخاف الجو باهي، جوست خليلي مفتاح الكهرباء نتحرك بها نمشي نعمل دورة مع الولاد، وتو بعد نجي للدار نعملوا فيها سهرية للصباح. باهي يا القفصي باهي، كي قدر علي ربي تو نمشي نيك نروح في تاكسي. يا جبا ولد سميرة وينو؟ شبيه ما جاش معانا؟ ايدي تو يذي تو يذي، انا بعثتهم ثابت يتعدى البخة يجيبوا معاه ونتلموا الناس الكل غادي في استوديو، نبداو كنا مع بعضنا غادي بس نفهمكم اثنين الحكاية. هيا جبا واستوديو جو باهي، البلاصة نتاعو مريقلة ماهيش محروقة، فماش عينين عليه ولا حاجة. هكا توا يا القفصي تهنى يدي ذوك أحلى ذو الذبة راهو اللي ليه بالأمور هذيا الكل صاحبي، تهنى ما تخاف. باهي الولاد ركزوا معايا، البانكا بس نسرقوها في النهار مع فلموزة، راهي توا الناس تسرق في الليل وزبي توا ظهار بهار كيما يقولوها ولا كيفاش هذيك، نسرقوا في النهار. صاحبي البنكة هذي تسكر الاربعة، احنا الاربعة ونص متاع العصية نسدوا بلايسنا، كل واحد يسد بلاستو. يا جبا صاحبي يا اخي باش نرقدوا من الاربعة ونص نشدوا بلايسنا؟ شنية الحكاية يا اخوي، انا نرقد كان العشرة لحدياشرة. وبدي يسيب على الزبي في البهامة متاعو هذي، يا بخ انيك راك بالسد بلاستيك في الخطة الزبي، موث بالسد بلاستيك معناه بالسد فرسك وترقد الزب يعني زي فيه السميرة هذي ينفخ لي الزبي. بيه القفصي ركز معايا صاحبي، البانكا هذي في الباب الكبير البراني فما زوز كاميرا ويتا هاوكا كيما تشوف فيها، وفما باب صغير من تالي طلع للسطح فيه كاميرا كهو. اي واحنا كيف باش ندخلوا يا جبا كي فما ثلاثة كاميرا ويت في البانكا؟ يا جبا صاحبي انا من توا باش نكلم العزوزة نقول لها تحضر لي قفتي، ولا كل عزوزة توفيت انا شبيك يا تسامير؟ ثلاثة كاميرا ويت يا جبا صحيح طحنا من قبل ما نبداو الزبي، كونش صاحبي باش تعطينا دوية نشربوه ولا فازن واليو ما نتراوش كيما بتاع تومي جيري. يا سميرة ما عاد تقص على الزبي حتى كي نكمل، عايز خويا خليني يخضر لي عامل مخططات والزبي راني ما يطلع بهاري الحكاية ذي، عايز خويا هيا ما عاد حد يقص على الزبي. قفصي صاحبي زوز كاميراوات اللي البرة اللي في الباب الكبير زوز يخدموا ذوهم بيه، والكاميرا اللي من تالي وين فما الباب الصغير اللي طلع السطح نكتب حذر الايامات كسرتها وكل يوم نتفقد فيها لتوا لصلحوها. بيه ولد سميرة وبخة بس يقعدوا لبرا، انا والقفصي بس نتسرسبوا منين الكاميرا المكسرة. ايزي بي جابا يعني ماشيين مال انا ولد سميرة كي باش نقعدوا لبرا يا خويا، برنا مال انتي والقفصي نيكو الحالة نيكو الفلوس ونيكو البنكة والزبي وجيبوا الفلوس نقسموا مع بعضنا على تزفينا يا خويا. يا بخة صاحبي سارة مكش فيها من الحكاية، انتي هذيك برعاني حب يخلينا لبرا باش ما نشوفوش قديش باش ينيكو فلوس والزبي، راهو مقدر من زبوب الكلاب هذاك باش يبدا يرفد في الفلوس في كرارز والزبي، رد بالك يا جبا راك دوب ما تخرج صاحبي كرارزك باش نفردهم لك. بخا صاحبي انت بس نعطيك اللبسه نتاعك والتلكي والكي نتاعك وكل شيء، بس تقف في راس النهض على اليمين سيره البنكه من غادي على اليمين صاحبي، بس عسلي عصيره هذيك. سارة هززني معاك باش نعس يا جبا، برجي على مو انا صاحبي نيكم جبا نعس صاحبي، وكان جيت لحنوش انا هبها بزيادة. والسميرة صاحبي انت بتسد السيرة اللي صار من غادي عكس بخة، بس عسلي عصيرة اللي من غادي فما اي موضوع اي حكاية زبي ديريك السنيال للزبة والقفصي، اتو نعطيك التلكي والكي متاعك ونعطيك اللبسة متاعك وذوك احلى ذو. يا جبا تهنى صاحبي الشيرة اللي صار اللي تحكي عليها في الزبي كلها تحت يد ولد سميرة. هنيني يا سميرة برزولي انت معمل عليك اكثر ما كبخة متاع الزبي يا ذاك، هنيني عايز خويا اي موضوع اي كرهبة متاع حنوثة اي حنس سيفير ما تعدي على ساقية اي موضوع ديريكت يا الزبة تيكاتاك، فهمت الزبي بس انا في ساعة نتصرف. يا جبا راك التوا لا قلت لي كيفاش انا وياك باش ندخلوا للبنكة لداخل. يلقف يغزر صاحبي ريتو هذاك غادي وين الخط الاحمر وين النكتة الزرقاء هذيك،
هذاك صاحبي الباب الصغير اللي فيه الكاميرا المكسرة، احنا بس ندخلوا من غادي نطلعوا للسطح، ومفتاح صاحبي بس نهبطوا للبنك لداخل. اي الاولاد هنيوني، نورمالمون توا فاهمين الخطه بالكدا، بس نمشيو زوز كراهب، كل زوز في كربة، بس في صوره ما تسدوا زوز او كل زوز الاخرين يتلهوا بالقفه بتاع الحبس نتاعكم، فهمت كيفاش؟ يا زيب يا جابا، صار الحكايه فيها حبس؟ صاحبي شبيك خويا، تحب توزرنا يا اخي ولا شنو هي الحكايه؟ تيليه يا بخه، الحكايه فيها فواياج للمالديف صاحبي، كان تشدينا عندك فواياج في المالديف. يا جبا، نحس في حكاية دركي فيه، ماهيش راكب على بعضها، مانيش فاهم شنيا، نحس في حاجة دركي فيه. يا القفسي، احساسك في محله صاحبي، بقدرة ربي باش نيقوا الحبس الناس الكل. اي الاولاد هنيوني، اي كل واحد توا يمشي يلبس دبسه، ديزا توا مع وقت، توا الاربعة ديزا البنكة توا سكرت، احنا الاربعة ونص نبداو نتكتكول، هاي بر امسي امسي امسي. يا سميرة، زعما تمشي صحيحة اللغة ولا كيفيه؟ برجولي انا قلبي ما قايل لي خير يا صاحبي. يا بخ، حاجة عادية لو قلبك ما قايل لك خير، تجب عامل الخطة وانتي افهم وحدك يا صاحبي. برجولي بيها تفكر القفسي انا كيفاش يتبع فيه ومركز معاه ويتبع في الخطة متاعه. مثلا تمشي صحيحة يا القفسي، وتو تشوف كيفاش بس نوليه كرز ونوليه وندزه في الفلوس بالبالة. وكان ما مشيتش صحيحة باش نعديه بقية عمرنا الكل في قلبه. اكاو صاحبي، نعرف وقت تعيب، يا سيبي يا تخيب. قرلو ثلاثة، قرلو ثلاثة، تسمع فيا صاحبي؟ قرلو ثلاثة يسمع فيك واضح. اي امسي قرلو ثلاثة، امسي سد بلاصتك كيما تفهمنا، امسي معص وقت. قرلو اربعة، قرلو اربعة، تسمع فيا ولا؟ قرلو أربعة يسمع فيك واضح، واني ماشي باش نشد بلاستي صاحبي. امشي تحرك قرلو أربعة، امشي معاه وقت، امشي فيه ساعة خوي، امشي. يا جبا، انا قرلو قديه برس امك؟ انتي صاحبي قرلو اثنين وانا قرلو واحد. وعليه مش انا قرلو واحد وانتي قرلو اثنين؟ انتي كيف كيف يا القفصي، ما وين خاطر عمل الخطة وذبي، انا نسمي روحي قرلو واحد وانتي صاحبي وثريكي وكل شيء، انتي قرلو اثنين. اي بره بره، نهبط وامشي امشي مع وقت، يلقفني زملة راه. قرلو واحد، قرلو واحد، حول، هل تسمعني؟ قرلو ثلاثة، قرلو ثلاثة، حول، تسمع فيا ولا؟ اثنين تزول برا، هانية الدنيا ولا كيكو برا؟ يا ولدي، الدنيا البرا هانية، جوها باهي، ما فما شي صاحبي، سيئة قرقعتوها البانكا ولا مزلتو؟ صحيت يا سميرة، صحيت، هاي الرزيل اللي تعمل عليها، او قريب صاحبي ونقرقعوها البنك، برس امك تفقد لك قرلو اربعة، ذو بيه ولا؟ قرلو اربعة، قرلو اربعة، هل تسمعني؟ يا سميرة، نسمع فيك واضح صاحبي، اسمعني، برجولية شدتني الخرية يا صاحبي، اش نعمل؟ والله محصور على الاخر. يا بخا صاحبي، اخرب الواقفة غادي على بلاستك، راك تتحرك باش تتحشينا يا صاحبي. يسبيك القفصي مباهم فيا صاحبي، من اللي تخنى وانتي تخذر لي اكي لبيث. ايه ولا لا نعرف يا جبا، نحس في حكاية دراكي فيش سيئ يا القفصي، الخطة ماشية صحيحة صاحبي، مقعد سايتو تو زيست، ندخلوا من البيبة زي متاع الدروز ونهبطوا البنكة من داخل. يا قرلو اربعة، خريت صاحبي ولا مزلت؟ يا سميرة، خريت صاحبي وهبطت جيري يا زكمة، وحلت لي في السرويل اللوتة مع الكلاسيت والسبيد، رينا الزب ورم النهار لمن هيك. يا بخا، هك حشيته صاحبي، حتى كان شدنا الحاكم ما يهزكش معانا، بريحة الخرام تاعك يطيش زكمك في أقرب زبلة. ايه الزب يا جبا، كيف باش تحل الخزنة هذي؟ تهنى صاحبي، قلت لك قاري حسابي كل شيء، ما تخممش. يا وملا جبا هذا، تيني كم وباهت فيك كيفاش تكتكتلها ومشيت صحيحة صاحبي، معلم برجولي. تباعد نيك مكبر راسك، شوف شوف الفاضي هذي. قروم بقراع، قروم بقراع، نعمل لك واحد على الفرس والثاني على القاعة. يا القفصي، اي الحمد لله على سلامتك، اي اي الحمد لله، بديت تحل في عينيك، اي الحمد لله. يسبيك يا القفصي، ريت الفلوس مهمست عادي يا صاحبي، فلوس هذيك فلوس بالرسمي صاحبي. يا جبا، نسمع في صوت صاحبي، دركي فيش، مانيش فاهم شنية الحكاية يا جبا. تزد عليك يعطيك عصبة. اي الحمد لله عليك سي القفصي، اش بيك مباهمك هيكا لاباس؟ يا ولدي وينو جبا، شنية الحكاية ذي تلعبوا معايا ولا شنو؟
يا سي القفصي صلي على النبي يا ودي، عندك راك قريب الشهر وانت في غيبوبة. يعرفت زكمة بيع مقطعة ملي تجبى عامل خطة وعامل راس الزبي هنا الزب ورم البيعة متاع الزبي. هيا الولاد كالعادة اللي عجبته الحلقة تاع اليوم يعمل جيم ويخلينا كومنتير، واللي مش عامل ابوني يدخل يعمل ابوني. هيا برا نستو.